إلي بيتزا البراتا صلى عشان شيء اسمه جبنة البراتا رمان مع البراتا مرة لذيذ ربي رهيبة رزيتا بول غارليك بريد الجرجير والطماط معاها مرة حلاها الصراحة أول مرة أكل غارليك بريد بهالطريقة مرة لذيذة وينجز بالباربيكيو صوص طريقة تقديم الباستا مرة رهيبة هذه الإلي باستا صوص الشمندر لونها مرة يجنن طبعاً تشيلي فليكس واو التروفل باستا الريحة نكهة التروفل حنونة مرة لذيذة هذه البوراتا عشق البوراتا مرة عجبني